ضرب زلزال بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر أجزاء من تايوان واليابان والفلبين وتحذيرات من تسونامي. وذكرت وسائل إعلام محلية في تايوان أن بعض الأشخاص محاصرون، فيما أفادت إدارة الإطفاء بمقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 900 آخرين، بينما أمرت الفلبين بإخلاء المناطق الساحلية خوفا من حدوث تسونامي. (تصفيق) 不要摸电线